شروط القرآنية باش تسيلي لان ثلاثة شروط. الشرط الأول صحة النقل، وقد قلنا قبل حين التواتر، والتواتر يفيد القطع واليقين. لا يمكن يثمثا الأمر المتواتر باش أذيلي الشك. متواتر القرآن نقل سماعا بالتواتر، وقد حفظ في الصدور قبل السطور. يعني حفظنت في الصدور قبل السطور، نقل بالتواتر. سجل روايض، سجل روايض المغدي بضك كما أنزل. الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون موافقا لوجه فصيح من وجوه اللغة العربية. لازم هذا اللغة المرجع اللي هي العربية. إنا أنزلناه قرآن عربية، في آية أخرى بلسان عربي مبين. الشرط الثاني الثالث أن يكون موافقا للمصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه.